بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استجابة لطلب الأخوة القائمين على منبر قبيلة السول، أستعرض باختصار شديد نشاط قبيلة السول ونسبها وأقوال العلماء فيها وموطنها وفروعها في عدة حلقات. الحلقة الأولى النشأة. طبعا وضعت هذا المجمل في ورقات مختصرة لأن تفاصيل اتسع فيها المقال وليس هذا مجاله. وقدر أن سهل بن أنس بن ربيعة بن كعب بن أبي بكر ابن كلاب الربيع بن عامر بن صعصع جد قبيلة السهول ولد في الجاهلية وعاصر زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يدل على ذلك وفود بني أبي بكر بن كلاب على الرسول ومن ضمنهم ابن عم سهل الصحابي المعروف الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب ابن أبي بكر بن كلاب، وهو من أعلام قبيلة بني كلاب. وهذا يدل على أن سهل كان مخضرما عاش في الجاهلية وعاش في الإسلام، وقد يكون من ضمن وفد بني أبي بكر بن كلاب على الرسول صلى الله عليه وسلم. ونعلم أن القبيلة تنشأ في البداية كأسرة ثم بطن ثم قبيلة، ويكون ذلك خلال قرنين فما فوق، وتتوالى القرون لتصبح قبيلة مستقلة كما هو الغالب. وقبيلة بني سهل بن أنس سارت على نفس النهج، فأبوها عاش مخضرما من في الجاهلية والإسلام، واستمرت ذريتها كأسرة في القرن الثاني الهجري ثم عشيرة وبطن في نهاية القرن الثالث الهجري. فهذا نهض بن ثوبة بن نصيح بن نهيك بن إيمان بن جهرم بن شاب بن أنس بن ربيعة بن كعب بن أبي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة، وهو إن كان من ذرية شهاب بن أنس أخو سهل بن أنس، ولكنه كان يعيش مع بني عمك بطن واحد، وورد عند نصر ثم ياقوت ومن بعدهم، حيث قال: أخطب جبل بنجد وماءة لبني سهل بن أنس بن ربيعة بن كعب. قال نهض بن ثوبة: لمن طلل بين الكثيب وأخطبي محته السواحي والهدام الرشائش. كما نجد في شعره انتساب إلى قبيلة الأصل بنو كلاب، كقوله: أنا الخطار دون بني كلاب وكعب، إن أتيح لهم متاح أنا الحامي لهم، ولكل قرن أخ حامل إذا جد النضاح، أنا الليث الذي لا يزدهيه عواء العاويات ولا النباح. ثم ذكرت بنو سهل كبطن أو قبيلة في نهاية القرن الثالث الهجري. فنجد أول من ذكرهم في كتابه هو أبو علي الهجري من علماء القرن الثالث الهجري في كتاب التعليقات والنوادر، قال: سألت السهلي من بني أبي بكر بكلاب عن فتاخ. وهذا هو التطور الطبيعي، ويدل على أن القبيلة استقلت بذاتها وعرفت كقبيلة مستقلة، وأن أحد قبائل بني كلاب في القرن الثالث الهجري. ثم ذكر ياقوت في القرن السادس الهجري، وتوالى ذكر قبيلة السهول بعدها في التواريخ النجدية المتعاقبة. Thank you.